Is anyone out there? Please, we need help. ليش ما حد يخلي الذكراهم؟ We're almost out of food. Hello? We need help. هذه الحلقة راح تعرف من الشهيد مساعد الغامدي اللي تم رمية من الدور الثالث بالسفارة السعودية في طهران سنة 1987 لأول مرة قصة كاملة من عائلته بعد بحث عميق قدم لك هذه الحلقة. يلا نبدأ. الساعة الآن هي الواحدة والدقيقة مهددين بنسف مبنى السفارة السعودية. صار هجوم على السفارة. Some minor damage was done to the Saudi embassy, whom the Palestinians had killed. All day Saturday, the Sudanese army kept the embassy surrounded. From time to time, there were rumors they were about to attack. أنني الفخر بأنني ابنة الشهيد مساع الذي ضحى بنفسه وأهله وحياته في سبيل الدفاع عن وطنه. وهذا الفعل لا يقدم عليه إلا رجل بطل. لا يقدم عليه إلا رجل بطل. 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 وجهوا إلى المسجد الحرام رافعين شعارات ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران. حرق الملفات السرية. ما أدري إيش أقول. هل أنا أقول له مشتاقة؟ هل أنا أقول له أنا فخورة فيك؟ يعني الكلمات. السلام عليكم. قبل ما نبلش اتمنى تضيف لي مواقع التواصل الاجتماعي باليوتيوب مالك امر. تمام. قبل فتره قصيره سويت بحث عن اللي صار في السفاره السعوديه في طهران من هجوم وتدمير وتكسير سنه 1987 وشلون تم اختطاف السفير والدبلوماسيين اللي معاه، لكن للامانه كنت مضايق لان الحدث هذا كله في حلقه مفقوده ما قدرت ان انا اوصل لها، اللي هو تحديدا الشهيد اللي تم رميه من الدور الثالث في طهران. فتحت كل الكتب والجرايد والاوراق اللي عندي لكن ما لقيت عنه معلومات نهائيا. وفي نهايه الحلقه السابقه تكلمت بالاخير وقلت طلب اللي يعرف عنه أي معلومة سواء من أهله أو ناس قريبة منه، أبي معلومات عنه لأنه ما يصير شهيد سعودي ما في عنه معلومات. والحمد لله خلال أيام تواصلت معاي بنته عهود وخليتها تنسق مع اللي ساعدني دائما اللي هو سعد وترتب الموضوع من بداية لنهايته. أخذ نفس واسمع اللي صار. ما راح ادش معاك ديب وايد لكن راح اروح عند سطح الموضوع بعدين راح اقلص على مساعد الغامدي تحديدا. علاقة ايران والسعودية كان فيها نوع من الاضطراب وهالشيء تم اثباته تاريخيا من قبل بعض تصرفات الحجاج اثناء تأدية فريضة الحج سواء بمسيرات وهتافات باسم الخميني وغيره، وهالشيء سنة 1987 ادى الى اصابات بليغة من خلال مسيرات اللي كانوا يسوونها ومات فيها اكثر من 400 شخص من جنسيات مختلفة وبينهم ايرانيين. تمام. بشكل مختصر أكثر سنة 87 هجموا ناس على السفارة السعودية في طهران، بنفس الوقت كان في احتجاج وهتافات بالحج واللي كانوا داخل السفارة 4 أشخاص فقط. ثلاثة منهم نجوا من هذا الهجوم وواحد منهم استشهد وتم رمية من الدور الثالث اللي هو مساعد الغامدي. من البديهي الحين راح تقول من مساعد الغامدي وشنو تفاصيل حياته وشلون حتى التحق بالخارجية السعودية وغيره. اسمه الكامل مساعد عبد الله محمد آل بصيلي الغامدي من مواليد 1954 وتحديدا 6 مارس. ترتيب مساعد بين اخوانه وهو اكبر واحد وبعد 4 شباب و5 بنات يعني كلهم 10. مساعد اكبرهم. كانت نشأة مساعد بالمملكة العربية السعودية تحديدا في منطقة الباحة وتر في قرية المرزوب وكان من أسرة محافظة ومتدينة جدا. وفي بداية مراحل الدراسية الواحد ما يكون حط طموح كبير قدامه بذاك الوقت لأنه ما كان عنده خيارات متعددة، فكان هم الأكبر مساعد أنه هو يتخرج من الابتدائي والمتوسط. وفعلا تخرج سنة 1969 وكان تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والواحد بعد ما يتخرج بذاك الوقت يشوف معدله عالي والمجالات كثيرة قدامه. لكن مساعد كانت عنده نظرة غريبة نوعا ما عكس كل إخوانه. بيوم وليلة قام كان يقول لهم أنا أدخل معهد التربية بالرياض. الكل كان مستغرب يقول أنه أنت عندك فرص كثيرة ليش بديش معهد التربية؟ كان يقول لهم هذا اختياري وأنا كيفي بدخل هذا المجال. والد مساعد الله يرحمه اللي هو عبد الله الغامدي ما كان يعارض مساعد بأي اختيار وكان يشوف أنه تكون شخصيته بحيث أنه هو الابن الأكبر ولازم تكون كلمته مسموعة وأنه هو أكبر إخوانه، وهالشيء حتى بحياتنا إذا إحنا بنقيسها على إخواننا الأخ الأكبر يكون له احترامه وتقديره وكلمته مسموعة بأي موضوع. فمساعد كان متمسك بهذا الجانب من القوة وفعلا سوى اللي يبيه ودخل معهد التربية. كان
كان يمر بصعوبة بالبداية، لكن سنة 1975 تخرج، وكان معدله بعد ما تخرج من المعهد جدا عالي، فكانت عنده فرصة أكبر أن يدخل أي مجال هو يبي بالضبط. وبهذا الوقت تحديدا بالسبعينات المملكة العربية السعودية كانت متعطشة جدا من ناحية الشباب تبي ترسلهم بعثات بالخارج، سواء بعثات دراسية أو بعثات دبلوماسية بحدى السفارات والملاحق الثقافية. مساعد مجرد ما أنه شاف الإعلان ما تردد لحظة واحدة أنه يروح ويقدم على طول، وفعلا كان منتظر اتصالهم. بعد كم شهر دقوا عليه، ألو السلام عليكم، معنا مساعد، حياك راجعنا بالخارجية، بنسوي لك مقابلة شخصية. فعلا ثاني يوم حضر وكان متحمس ومتجاوب معاهم بكل الأسئلة، وشافوا بعيونه الشغف أنه هو يقدر يتحدى أي شيء. وفوق هذا ما كان متزوج عمره 21 سنة وما كانت عنده مسؤوليات، فنقدر نقول أنه كان حر بشكل مطلق، غير أنه مطابق كل الشروط إلا شرط واحد. كانت عنده اللغة الإنجليزية جدا ضعيفة وما كان متمكن منها، فالخارجية قالوا له بالأمن العسكري بالسفارات والملاحق تحتاج اللغة الإنجليزية كشيء ضروري. هني حس بنوع من الخذلان أنه ما قدر أنه يكمل، لكن كان المختصين بالخارجية السعودية يقولوا لا تشيل هم، إحنا راح نوديك معهد 6 شهور يعلمونك اللغة الإنجليزية، وبعدها راح تدش بأمن أي سفارة إحنا نحطك فيها. وطبعا استانس، كان الشغف بعينه وكل اللي حوله يدرون، كان حاط بالنا راح يدرسها بالرياض. كلموه مرة ثانية قالوا يلا تجهزنا الأسبوع الجاي راح تكون طيارتك راح تروح امريكا. وهو انصدم على طول، قال لهم ان انتم قلتوا لي معهد، كان يقول ايه المعهد بامريكا مو بالسعوديه. كان هذا القرار المفصلي بحياته، وسنه 1975 تحديدا 12 مايو راح امريكا وانقطع عن العالم بشكل فعلي. بالسبعينات ما في انترنت والتواصل جدا صعب، ما عندك الا البريد ونوعا ما هم في صعوبه. هذا الشيء خلاه ينعزل بشكل كامل على العالم العربي عشان يدرس اساسيات اللغه ويفهم المصطلحات الدبلوماسيه باللغه الانجليزيه. وبعد 6 شهور رجع السعودية وكان متمكن جدا من اللغة لأنه ما عنده شيء لهيل للدراسة. وبعد المقابلة الثانية شافوا اللغة شلون متمكن فيها 100%، كان يقولها تمام أنت راح تروح إن شاء الله أسبوع الجاي إيطاليا. هذه كانت بالنسبة له صدمة ثانية، لأنه هو ما كان متوقع أساساً إنه يروح أماكن بعيدة، متوقع دول عربية. كان بالنسبة له هذا الموضوع تحدي، إحنا قاعد نسولف فترة السبعينات، فترة قيام الدولة بشكل فعلي ونهضتها الحديثة، بلس عادات مختلفة بشكل مطلق، كان تحدي 100%. وكانت الحسبة كالتالي، راح 2 إيطاليا، بعدها 2 مصر، بعدها 2 ألمانيا، وبعدها 2 بتونس، وكانت الوجهة الأخيرة اللي كانت السفارة السعودية بطهران. كان مساعد كل 2 لما يرجع السعودية يستعد للسفارة القادمة والبلد اللي هو رايح له قبل ايام معدوده من السفره. كان متضايق شوي لانه تم اختياره في طهران بعد ما رجع من تونس اخر بلد، بسبب ان العلاقه كانت وايد متوتره بين ايران والسعوديه وكانت الثوره الاسلاميه بنشوتها. لكن ما تردد لحظه واحده، قال لهم انا فريت العالم معاكم، ما راح توقف على طهران وانا قدها، لكن بهذه الدوله زوجتي وبناتي الثلاثه ما راح يكونون معي. حتى عياله الصغار عهود امل وزوجته قالوا لنا ليش ما نروح معاك، احنا رحنا معاك ايطاليا وتونس ومصر ما راح تفرق، يعني احنا متعودين على السفر، رغم ان عياله مواليد خارج السعوديه، بنت العوده مواليد ايطاليا وبنت الثانيه مواليد مصر. بس مساعد ما كانت عنده اجابه واضحه، ما كان مرتاح من الوضع، وكان الطلب الوحيد الرفض ان انتم قعدوا بالسعوديه وانا راح اروح وارجع بالاجازات والعطل. وتم هذا الشيء، وفعلا سنه 1987 تحديدا 2 يناير كان بالطياره من الرياض الى دبي ترانزيت، من دبي الى طهران، وعلى طول من وصل طهران باشر عمله بالسفاره السعوديه، رغم انه متعود على التنقلات من بلد لبلد، فتاقلم على الوضع العام بسرعه، ما اخذ منه وقت طويل. طبعا كان يكلم اهله وعياله بشكل شبه يومي ويدز لهم رسائل بالبريد وغيره. وبهذه اللحظه كان القائم بالاعمال بالسفاره السعوديه في طهران وهو رضا النزهه، كان توه جاي من لندن، والوقت اللي انقلوا فيه رضا النزهه الى طهران كان وقت شوي حساس، لانه كانت فتره تجهيز تاشيرات الحجاج الايرانيين لتاديه فريضه الحج بالسعوديه، وكانوا يشتغلون بحذر وطلعوا تقريبا 150 ألف تأشيرة للمواطنين الإيرانيين، إلى أن جاء اليوم المنكوب 31 يوليو 1987، مرت 7 شهور على تعيين مساعد الغامدي للسفارة السعودية في طهران، وصارت مظاهرات اللي اختفت فيه كل الاتفاقيات بيننا بلمح البصر. اوكي خليني اقول لك اياها بطريقه اسرع شوي. سنه 1986 تحديدا في موسم الحج في المملكه العربيه السعوديه، القى موظفين الجمارك والامن بالمطار على مخطط ايراني اجرامي بحت، ولقوا بجناط الحجاج الايرانيين 51 كيلوغرام من ماده C4، اخطر ماده واسرع ماده للانفجار، وكان الهدف منها تفجير الحرم انذاك. وبعد الضغط على الايرانيين اللي كانوا جايبين الجناط اللي فيها هذه المواد، اعترفوا وقالوا ان هذا سويناه حق خدمه ايران
إيران بالخارج، وهني تبلش العلاقة السعودية الإيرانية بحالة توتر مخيف. لكنها ما قطعت العلاقات. يمكن تسألني ليش؟ لأن في اتفاقية اسمها اتفاقية فيينا، وهذه صارت بالستينات، تحمي السفراء داخل وخارج أي بلد بأي دولة. لكن إيران ما اعترفت بهذه الاتفاقية وقامت بالتعدي على أكثر من دبلوماسي. الحين خلونا نكمل. أول ما صارت مداهمة للسفارة السعودية من البابين، الباب الرئيسي والباب الخلف، كنوع من ردة الفعل من الإيرانيين أن أنت المملكة العربية السعودية قاعدين تذبحون المواطنين الإيرانيين بالحج، وهذا الكلام غير صحيح. دخلوا السفارة كان في 4 أشخاص، 3 أشخاص منهم انخشوا بسرداب السفارة اللي هو القبو، وكانوا قاعدين ينادون مساعد أنه ينزل معاهم عشان ما يتعرض لأي أذى أو تعذيب كمخبأ سري حاطينه بالسفارة. لكن بحكم عمل مساعد الغامدي أنه يعمل بالأمن العسكري بالملاحق والسفارات، ركض على طول الدور الثالث، وأول شيء سواه حرق كل الملفات اللي موجودة. يمكن تستغرب ليش هدهم وصعد فوق حرق الملفات كلهم. الملفات فيها معلومات وايد سرية عن السعودية وعن المواطنين واللي موجودين بالسفارة. بذاك الوقت ما كان في إيميلات وإنترنت، كانت الحياة الورقية هي اللي تمشي. فأثناء الحرق اللي كان قاعد يسويه مساعد قدر إنه هو يحرق كل الملفات. أول ملف لقى الإيرانيين بويها. من الحقد اللي فيهم إن الهدف الأساسي يدشون يأخذون الملفات ما قدروا. كان يطقون مساعد ويحذفونه من الدور الثالث. حط نفسك مكان الآخر إن أنت أخو مساعد قاعد بالسعودية تشوف بالأخبار إن أخوك حاطفينه من الدور الثالث وما زال على قيد الحياة ولكن متكسر من فوق لتحت. بهذا الوقت كان في أمر من المقام السامي ملك فهد عسى الله يرحمه والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وهالكلام ذكره القائم بالأعمال أنا ذاكر ظن زها. سمعوا شنو قال. فخبرون الزملاء قالوا إحنا العراقي قال لنا إنه حطه فوق، وكلمنا القائم بالأعمال، والقائم بالأعمال اتصل بالخارجية، والأمير سعود الفيصل رحمة الله عليه كتب للمقام الثاني، كتب للمقام الثاني الملك فهد رحمة الله عليه أنه أخذ القنصل خطفوه من المستشفى ودعوه السجن. صدر قرار من القيادة قوي جدا، قال بلغوا السفارة الإيرانية في الرياض وخلي القائم بالأعمال يبلغ الخارجية الإيرانية في طهران، عندهم مدة 24 ساعة يطلق سراح القنصل السعودي أو المعاملة بالمثل. المعاملة بالمثل. والحين الوقت المفصلي اللي يبين مساعد ليش ما يبون يردونه. كان يقول انه هو حالته تعبانه، حالته ما اعرف ايش، ما يقدر يرد لانه هو عايش على اجهزه. فمن المملكه قالوا لهم ندس طيارات خاصه طبيه بس نبي ننقل مساعد الغامدي. قعدوا يماطلون لمده 21 يوم الى تاريخ 21/8 من نفس السنه، وافقوا انه يردونه ولكن ردوه ميت. كان الموضوع بالنسبة لي وايد مؤلم، فرحت دورت بكل الجرائد مرة ثانية. لقيت بكل الجرائد ان سمو الامير سعود الفيصل اتصل بوالد مساعد الغامدي اللي هو عبد الله، وبلغ انه باليوم الفلاني راح يوصل مساعد الغامدي. وبالفعل ردوا السعودية بأوامر من الامير سعود الفيصل عسى الله يرحمه انه تم دفنه في مكة المكرمة. هني انا رحت دورت بالجرائد اكثر، ولقيت صحفي واحد اللي هو مطر الغامدي، كان مدير مكتب عكاظ بالطائف سابقا، وهو كبير بالعمر، هو الوحيد اللي كان مسوي لقاء صحفي كامل مع عياله وأنا عن الأسرة أو العائلة أو حتى المنطقة اللي هو عاش فيها. الأخ اللي بعد مساعد على طول اسمه علي توفى الله يرحمه، قال شغلة وايد مهمة. ذكر أن مساعد من أول ما راح طهران ما وصل لنا إلا بريد واحد، علما أنه كان أسبوعيا يرسل بريد، بمعنى إيران كانت تتعطل موضوع البريد السعودي. وبعد علي اللي هم سعد وسعيد وحامد، أبو مساعد توفى الله يرحمه بعد وفاة مساعد ب7 سنوات. بالختام اللي أقدر أنا أقوله، بناته أمل وعهود نورة أبناء الشهيد مساعد الغامدي، فخر للخليج وليس فقط للسعودية. الملفات السرية اللي مساعد حرقهم لو صايدينهم الإيرانيين كان صارت كوارث أكبر، وعلما أن هذا الشيء تكرر ب 2016 وغيره من اقتحامات من قبل الإيرانيين للسفارة السعودية. واللي خلاني أسوي هذا المقطع إن ما لقيت عنه معلومات كافية بالإنترنت، فرحت وبحثت ودورت ولقيت وايد معلومات أكثر من التفاصيل اللي أنا قلتها لكم. راح أحطها لكم ملف PDF بالتليجرام تشوفونها وتقرونها على راحتكم. لكن إذا وصلت لهذه الدقيقة من الحلقة أتمنى بقلب محب إنك تترحم على مساعد، ورددا أحد يكتب لي بالكومنت حسين أنت كويتي مالك شغل شوف الشهداء الكويتيين وعرف ايش، السعوديه والكويت بلد واحد. فاحساسي تجاه مساعد انه هو شهيد كويتي قبل ما يكون شهيد سعودي، ولو كان مساعد حي ليومنا هذا كان عمره 68 سنه. قبل ما اقفل الحلقه هذه اللي انا بحثت فيها وايد، سالت بنت عهود وقلت لها لو ابوك قدامك لمده 5 دقائق شنو راح تقولي له؟ بالنسبه للاجابه على المقطع الاول من السؤال،
بصراحة يعني شعور لا يوصف. يعني تخيل شخص فاقدته سنين فجأة قدامك 5 دقائق أو 10 دقائق. أنا هنا أعجز عن الكلام، ما أدري إيش أقول. يعني هل أنا أقول له مشتاقة؟ هل أنا أقول له أنا فخورة فيك؟ يعني الكلمات في تتصارع في القلب ولكن ما أقدر أقولها. يعني هنا يمكن شعور صمت، أعجز عن الكلام. فأنا أقول للناس أن لي الفخر بأنني ابنة الشهيد مساعد الذي ضحى بنفسه وأهله وحياته في سبيل الدفاع عن وطنه، وهذا الفعل لا يقدم عليه إلا رجل بطل. يعطيك العافية، أنا أخوك حسين الفيتشاوي. إذا تحب تتابعني لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام سناب شات باليوتيوب معي كاميرا، كنوع من الدعم قاعد أتعب على المحتوى، أقدم لك محتوى راقي ونظيف اللي يقضيك وليق بكل المتلقين. وإذا عندك عنوان موضوع تبين أبحث عنك تبليها بالكومنت، خلي الباجي عليك. والله.